السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. دونك خلال هذا الفيديو هذا ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا دراسة دالة، دراسة شاملة يعني بالتمثيل المبياني ديالها، بتحديد المقاربات او الفروع اللانهائية على العموم، بدراسة اشارة المشتقة، بتحديد المماسات، بدراسة تقعر المنحنى، ثم في النهاية غادي نتوصلوا اننا نتمكنوا من اننا ننشئوا السي دو اف. دونك تابعونا وان شاء الله تعالى غادي تفهموا كيفاش كندير هذه الامور كلها. دونك بدايه غادي نشوفوا كيفاش كنحددوا مجموعه التعريف ديال هذه الداله. كيفاش كنحددوا مجموعه التعريف ديال هذه الداله؟ اولا لنحدد دي دو اف. لنحدد دي دو اف، لدينا دي دو اف كتساوي دونك اكس كتنتمي لها بحيث ما في المقام يخالف الصفر. دونك هذا هو الشرط اللي كيكون عندنا ملي كيكون عندنا الكسر. ملي كيكون الكسر دونك ما في المقام خصو يخالف لينا الصفر. دونك شنو غتكون عندنا؟ عندنا معادله من الدرجه الاولى ما عندناش فيها اشكال. دونك اكس تنتمي لها بحيث اكس ناقص 2 تخالف، بحيث اكس تخالف 2 غتعطينا ار باستثناء 2. في هذه الحاله ما عندناش اشكال. لكن ماذا لو كان لدينا اف الاكس تساوي واحد التعبير حدودية بي إكس على إكس السيجنال زائد بي إكس زائد سي؟ يعني إلا كانت هذه الحدودية حدودية اللي كان في المقام من الدرجة الثانية، شنو غادي ندير؟ غادي ندير دو دو إف كتساوي إكس كتنتمي لها بحيث ا إكس مربع زائد بي إكس زائد سي تخالف صفر. هنا كيفاش غادي نحدد مجموعة التعريف؟ أو كيفاش غادي نقول أن مجموعة التعريف هي إر باستثناء بعض الأعداد اللي كتخلي أن المقام هذا كيساوي الصفر؟ دونك شنو غادي ندير؟ فوالا غادي نحسب دلتا. قلنا لدينا دلتا كتساوي بي وسيدنا ناقص 4 في أ في سي. دلتا عنده ثلاثة الحالات، يا إما غادي يكون موجب أو غادي يكون منعدم أو غادي يكون سالب. دونك الا كان دلتا سالب، يعني حسبتي الدلتا ديال هذه الحدوديه هذه ديال هذه الحدوديه اللي كاينه في المقام، لقيتي الدلتا ديالها سالب، غتقول اذا دي دو اف كتساوي ار. لقيتي الدلتا كيساوي صفر، الحدوديه شحال عندها من جذر؟ عندها واحد الجذر اللي هو اكس كيساوي ناقص بي على 2 ار. دونك شنو هي مجموعه التعريف؟ دي دو اف كدير ار باستثناء هذا العدد اللي عندنا. الا كان عندك الدلتا موجب فإن الحدود لها جذران، إكس واحد يساوي ناقص بي ناقص جذر دلتا على 2 أ، وإكس اثنان يساوي ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 أ. ثم كنديرو دي دو إف كتساوي أر باستثناء الجذرين إكس واحد وإكس اثنان. بقينا إكس واحد وإكس اثنان. دونك هنا الا كان عندنا، قلنا الا كانت عندنا دلتا موجب هادي كيكون عندها جذرين كدير دي دو اف ار باستثناء العددين اللي غتحسب هنا. هنا باستثناء العدد الوحيد او الحل الوحيد اللي عندي هنا فقط كدير دي دو اف كتساوي ار، لان ما عندنا حتى شي عدد هنا باش نستثنيه. دونك هاد بهاد الطريقه هادي كنديرو مجموعه التعريف في حاله الا كانت عندنا حدوديه من الدرجه الثانيه في المقام او حدوديه من الدرجه الاولى في المقام. دابا غندوزو لحساب النهايات. دونك السؤال الثاني لنحسب، سواء غيقول لك احسب النهايات عند المحدات، الا قال لك احسب النهايات عند المحدات يعني اشنو غادي دير؟ غتحسب النهايه في موال لانفيني بلس لانفيني، 2 على اليمين و2 على اليسار، عندك ربعه المحدات هنا. دونك لنحسب، انا في التمرين حطيت اسئله مباشره، احسب النهايه على يمين 2 والنهايه على يسار، على يسار 2، احسب النهايه على يمين 2 وعلى يسار 2 ديالي في الاكس. شنو غادي ندير؟ لدينا قبل ما نطرق اليمين يسار غادي نحسب النهايه في 2 نشوف شنو غتعطيني. ديالي في الاكس كتساوي ليميت عندما يولي اكس الى 2. بالنسبه للناس ديال البيوف راه فقط كنديرو كالكولون لا ليميت، كتبقينا ا غوش دو دو يا دروات دو دو، قلنا كتجي لنا وكدير قلنا. اما بالنسبه للترميز راه بحال بحال، كنعوض في الاكس بالتعبير ديالها اللي هو اكس اس 2 ناقص اكس ناقص 1 على اكس ناقص 2. شنو غادي ندير؟ غادي نحسب حساب مباشر، لان علاش؟ لان قلنا هنا
اكس اولي لا عدد، ملي كيكون عندي اكس اولي لا عدد كنحسب في بداية كنعوض، ولكن غنعوض اولا بعينيا قبل ما نكتب. غتعطيني 2 و 6 4 ناقص 2، 2 ناقص 1 1، يعني هذه اللي في البسط غتعطينا 1، ولكن المقام اللي لاحظته غتعطينا 2 ناقص 2 0، دونك غتعطيني الكتابة ديال واحد على صفر. وقلنا ان هذه الكتابة ما كنديروهاش تفاديا، تفاديا انك دير تساوي 1 على صفر، هذه الكتابة قلنا غير مستحبة في الرياضيات، ما كداش ما كنكتبوهاش. دونك شنو غادي ندير باش نتفادى هذه الكتابة هذه؟ غادي اولا بداية انا عندي 1 على صفر، يعني ضروري خصني جدول الإشارة اكس ناقص 2، خصني جدول باش نحدد واش صفر موجب او صفر سالب، لان عدد على صفر كيساوي على العموم ما لا نهايه، ولكن الا حددنا الاشاره ديال الصفر فقط كنخدم بقانون الاشارات. عندي عدد موجب على صفر موجب، يعني صفر بلس بلس لانفيني، الا عندي نفس الاشارات هنا كندير بلس، الا عندي اشارات مختلفتين كندير موان، يعني خصني نشوف الاشاره ديال اكس ناقص 2 جدول، او فقط نديرو اشاره اكس ناقص 2. دونك ندير جدول الاشاره ديالها، دونك عندي اكس، اكس ناقص 2 ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه كتنعدم في جوج. نتوما راه عارفين بلي ان قبل من هنا، قبل من هذا الجذر هذا الصفر هذا، كندير عكس اشاره اشاره هنا عندي موجب غندير سالب، وهنا كندير نفس الاشاره. نتوما نمشيو نكملوا النهايه ديالنا. لدينا أو بما أن ندير بما أن بويسكو بالنسبة لصحاب الضيوف، دونك نحسب لا ليميت. دونك هنا غادي نحسب النهاية ديال البسط بوحدو، النهاية ديال المقام بوحدو، باش نتفادى الكتابة ديال واحد على صفر. دونك ليميت أدغوات ديال إكس كاري موان موان إكس موان زان، وغنحسب لا ليميت أدوات ديال اش ديال اكس موان 2، يعني غنقسمهم هذه بوحده وهذه بوحده، البسط بوحده المقام بوحده. غتعطيني الا عوضت بجوج غتعطيني 4، و 6 ناقص 2 2 ناقص 1 1، هنا غتعطيني صفر، ولكن اي صفر واش موجب ولا سالب؟ غنمشي هاد جوج بلوس اللي كاين هنا، هاد زائد اللي كاين هنا، اش كتعني؟ كتعني ان اكس يؤول الى 2 من جهه اليمين، يعني ان اكس يؤول الى 2 من جهه اليمين. في جهه اليمين شنو عندي؟ عندي اشاره موجبه، يعني غندير صفر صفر بلوس. دونك بما ان النهايه ديال البسط عطاتني واحد ونهايه المقام عطاتني صفر، فان الوغ ليميت على يمين 2 ديالي فليكس غتعطيني ماذا؟ غتعطيني حيت هادي على هادي غتعطيني واحد على صفر بلس عدد واحد على صفر قلنا لانفيني، بما ان عندهم نفس الاشاره يعني غندير بلس لانفيني. نمشيو للثانيه، بما ان نحسب لا ليميت دابا على يسار 2 ديال فليكس، ماشي فليكس عفوا، ديال اكس وستنا ناقص اكس ناقص واحد كتساوي واحد، ما عندناش اشكال. ولا ليميت اكس اونفير دو اغوش، دونك دي اكس موان دو ايتيغال. دونك هنا غادي نحسب لا ليميت اغوش دو دو، شنو غتعطيني؟ قلنا دو موان دو جوج ناقص جوج غتعطيني صفر. غنمشي دابا لليسر ديال جوج، لليسر ديال جوج، ماشي غناخد هاد الاشارة ونحطها هنا، لا، غنمشي لليسر ديال جوج نشوف اش من اشارة عندي. على اليسر ديال جوج عندي اشارة سالبة. دونك هنا عندي لو سين موان، دونك بويسكو الوغ ليميت اكس تولي لي 2 ناقص ديال اف اكس كتساوي ماذا؟ قلنا عدد على صفر غتعطي لي ما لا نهايه، بما ان الاشارتين عندي بلوس مع الموان غتعطيني الموان، فان وبهذه الطريقه هذه باش كنحسبوا النهايه على اليمين وعلى اليسار ديال العدد ملي كتكون عندي داله جذريه. نمشيو دابا للتاويل الهندسي. التاويل الهندسي حيتاش كيقول لك، كيقول لك اول نتيجه هندسيه التاويل الهندسي صحاب الضيوف. دونك كيقول لك في السؤال انتربريتي غرافيكمون لي ريزولطا، انتربريتي غرافيكمون لي ريزولطا، شنو غادي دير في الانتربريتاسيون غرافيك التاويل الهندسي؟ غادي دير سي دو اف يقبل مقاربا عموديا معادلته اكس كتساوي ا بجوار اعتذر اكس كتساوي على اليمين، حيث الوحيد اللي ما فيهش الجوار هو المقارب العمودي، على اليمين وعلى اليسار. دونك بالفرنسيه سي دو اف ادمي اون اسامبتوت
une asymptote verticale d'équation x est égal à A, x est égal à 2 à droite, et à gauche. Ça fait donc à droite et à gauche, donc à dire l'interprétation graphique des résultats. Donc nous avons النهايه زائد ما لا نهايه وناقص ما لا نهايه ونشوفوا شنو عندنا في بلوس وموان انفيني واش مقارب مائل ولا فرع شجامي ولا شنو يكون عندنا. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا كيفاش كندمجوا هاد التاليف وكيفاش كنحسبوا النهايه على اليمين وعلى اليسار ديال العدد وشنو هو التاويل الهندسي اللي خرجت لنا يعني النهايه ديال العدد النهايه على اليمين وعلى اليسار العدد وخرجت لنا بلوس وموان انفيني. دونك نمشيو دابا نحسبوا النهايه في بلوس وموان انفيني. نحسبو دابا النهاية زائد وناقص ما لا نهاية. دونك السؤال قلنا الأول جوج ألف باء ثلاثة ألف لنحسب ليميت موان لانفيني ديال في إكس والليميت في بليس لانفيني ديال إف إف لإكس. قلنا لدينا ليميت موان لانفيني ديال اف ليكس تعطينا ليميت في موان لانفيني ديال كنعوض اف ليكس بالتعبير ديالها ناقص اكس ناقص واحد على ماذا على اكس ناقص اثنان غتعطيني اكبر حد على اكبر حد ليميت في موان لانفيني ديال اكس اس اثنان على اكس. عندك لا تمشي تعوض دابا لا نعطيك شكل غير محدد غتعطينا ليميت موان لانفيني ديال اكس تعطينا موان لانفيني. علاش؟ لان الاس هنا الا كان فرضي راه كتعطينا موان لانفيني كان الاس زوجي غتعطيني بلوس لانفيني. نمشيو دابا نشوفو النهاية في بليس لانفيني ديال اف ليكس بنفس الطريقة ليميت في بليس لانفيني دونك ديال اكس اس اثنان ناقص اكس ناقص واحد على اكس ناقص اثنان وغادي ناخدو اكبر حد على اكبر حد دونك اكس كاري على اكس غتعطيني ماذا غتعطيني ليميت في بليس لانفيني ديال اكس وغتعطينا بليس لانفيني. بالنسبة لزايد مالين معندناش اشكال في الاس سواء غنفرضيه زوجي دائما كيكون بلوس لانفيني. دونك بهاد الطريقة هادي باش كنحسبو النهاية في موان لانفيني وفي بلوس لانفيني. السؤال الثاني غيقول لك يا إما غيقول لك ادرس الفروع اللانهائية اتفقنا اتيدي لي برونش لانفيني دو سي دو اف او فوازيناج دو بلوس لانفيني و دو موان لانفيني أولا غيقول لك دونك إلا طلب منك مثلا دير ليتيود ديال لي برونش لانفيني و فوازيناج دو بلوس و موان لانفيني غتمشي للخطوة الثانية اللي كتبعها هي أنك كتحسب اف ليكس على اكس خرج لك عدد وخا لي في الصفر كتمشي للخطوه الثالثه ديال اف ليكس ناقص اكس خرجت لك صفر كتقول بلي ان سي دو اف ادمي اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس. خرجت لك لانفيني في اف ليكس على اكس كتقول سي دو اف ادمي اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زوردوني يعني سي دو اف كيقبل فرع شجامي في اتجاه محور لافاسيل الا كانت اف ليكس على اكس عطاتني صفر والا كانت عطاتني لانفيني دونك اتجاه محور لاراتيل الا عطاتني عدد يخلي في الصفر كندوز للمرحله الثالثه ديال اف ليكس ناقص اكس حتى فيها جوج الحالات يا اما تعطيني عدد ولا تعطيني لانفيني. مكتبه معنا ان شاء الله تعالى وغادي تفهموا كيفاش كنحددوا كيفاش كندرسوا الفروع اللانهائيه بجوار موان بلس لانفيني ومن بعد غادي نشوفوا كيفاش كنديروا الوضع النسبي الا كان عندنا مقارب مائل كيفاش كنديروا الوضع النسبي ديالهم بجوج وكيفاش كنديروا التغيرات وهذا الشيء كله ان شاء الله تعالى غادي نشوفوه في الفيديو الثاني. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك نكملو هذا التمرين هذا دونك التتمة ديال هذا التمرين. وصلنا للمقارب المائل سؤال مرتبط يعني سؤال مباشر مرتبط بالمقارب المائل. السؤال جاء فيه ما يلي ديجا حسبنا النهاية في بلوس وموان لانفيني دابا غادي ندوزو لباء لنبين أن المستقيم ذو المعادلة إكغيك كتساوي إكس زائد واحد مقارب مائل لي سي دو إف بجوار بلوس لانفيني و موان لانفيني. بالفرنسية مونطخون كو لا دغوات ديكواسيون إكغيك إتيكال إكس بلوس أن إتي أون أسامبتوت أوبليك دو سي دو إف أو فوازيناج دو بلوس لانفيني و موان لانفيني. يعني راه السؤال واضح. دونك هنا المعادلة ديال المقارب ديال الأسامبتوت عطاتني
دونك شنو غادي ندير؟ ماشي غادي نمشي نحسب بالمراحل، ممكن تحسب بالمراحل غير غطول عليك الطريق. دونك شنو غادي ندير هنا؟ شنو هي الطريقة؟ هي أننا لدينا هنا كنمشي كنحسب لا ديفيرونس، يعني كنحسب اف ليكس. الطريقة هي أنني كنحسب اف ليكس ناقص يكريك، بداية كنحسب اف ليكس ناقص يكريك، اف ليكس ناقص هادي كريك هادي. دونك غنعوض اف ليكس بالتعبير ديالها اللي هو اكس استثناء ناقص اكس ناقص واحد على اكس ناقص جوج ناقص، بما ان كاين ناقص هنا رد البال اقوى صلى الله يرضي عليكم، ناقص يكريك اللي هي اكس زائد واحد. هذه هي المرحله الاولى. اكيد غتجي غتقول لي ودي راه غادي نوحدوا المقام هنا، فوالا. دونك هذه هي الفكره اللي غادي نخدموا بها. دونك هنا غادي نوحدوا المقام، غتعطيني اكس استثناء ناقص اكس ناقص واحد ناقص. طريقه توحيد المقام راه شرط ليها، دونك قلنا هذا كنكتبوه كاملا باش ما تغلط في حتى حاجه. ها هو اكس استثناء ناقص اكس ناقص واحد ناقص اكس زائد واحد عامل اكس ناقص جوج مقسوم على ماذا؟ على اكس ناقص اثنان، على اكس ناقص اثنان. شنو غادي ندير هنا؟ رد البال هنا كيكون عندنا مشاكل كثيره خصوصا في النشر. انا الطريقه اللي كنفضل هي ان هاد الشيء هذا الناقص هذا تخليها، خلي هذيك ناقص. دونك كنديرو اكس استثناء ناقص اكس ناقص واحد ناقص، ها هي خليتها. بدايه غادي نشرح داكشي اللي بين قوسين. دونك تعطيني اكس في اكس، اكس استثناء اثنان ناقص في زائد تعطيني ناقص اثنان اكس، واحد في اكس دونك زائد اكس، واحد في ناقص اثنان ناقص اثنان، الكل مقسوم على ماذا؟ على اكس ناقص ناقص جوج تساوي اكس استثناء ناقص اكس ناقص واحد ناقص اكس استثناء. عندي ناقص اثنان زائد واحد، ناقص اثنان زائد واحد شحال؟ فوالا. دونك ناقص واحد يعني غتعطيني ناقص اكس، ناقص اثنان الكل مقسوم على ماذا؟ على اكس ناقص جوج. دونك اللي غيعطينا اكس استثناء ناقص اكس ناقص واحد ناقص اكس استثناء زائد اكس زائد جوج على اكس ناقص اثنان. الله يرضي عليكم، هاد جوج مع جوج ما كتختزلش، هادي مع هادي وهاد اكس مع هاد اكس ما كيتختزلوش. علاش؟ لان ما عنديش هنا الضرب. دونك اللي غيتختزل هما هذا اكس استثناء ناقص اكس استثناء ناقص اكس زائد اكس، ثم غنحسبو ناقص واحد زائد اثنان او بالاحرى اثنان ناقص واحد غتعطيني واحد على اكس ناقص اثنان. دونك قلنا بداية ملي كتعطاك المعادلة ديال المستقيم معلنة في السؤال شنو غادي دير؟ غادي دير في اكس ناقص يكريك. من بعد شنو غادي ندير؟ غادي نحسبو النهاية، بما ان بويسكو لا ليميت نبدا بلوس لانفيني ولا موان لانفيني اللي عجبكم بحال بحال. ليميت ديال اش؟ ديال اف ليكس ناقص فوالا ناقص ايكغيك. دونك غندير لا ليميت ديال اف ليكس ناقص ايكغيك، ليميت ديال هذا التعبير هذا باش غادي نعوضوه. فوالا دونك غادي نعوضوه بهذا الشيء اللي حسبناه دابا. دونك غتعطيني اش؟ غتعطيني كتساوي، راه ما عنديش سباس هنا فين نكتب لا ليميت، ليميت في موان لانفيني ديال واحد على اكس ناقص جوج كتساوي صفر. علاش؟ لان ليميت دائما نهايه. الله يرضي عليكم، عطيو التعليل. اكس ناقص جوج كتساوي موان لانفيني، وعدد على لانفيني كتعطينا صفر. دونك هنا كا نمشيو للاخرى، بما ان بويسكو لا ليميت فوزينور دو بلوس لانفيني دو اف اكس موان يكغيك ايتيغال لا ليميت فوزينور دو بلوس لانفيني دو ان سيغ اكس موان دو ايتيغال زيرو. شنو هو السبب؟ لان لا ليميت بلوس لانفيني ديال اكس موان دو غتعطيني بلوس لانفيني. فوالا. وكتقول القاعده، الا كانت النهايه ديال اف لي اكس ناقص يكريك كتساوي صفر، فان المستقيم ذو المعادله يكريك مقارب مائل لسي دو اف. بما ان عطاتني صفر فان المستقيم ذو المعادله يكريك كتساوي اكس زائد واحد مقارب مائل لسي دو اف بجوار بلوس لانفيني وموان لانفيني. هنا ضربنا عصفورين بحجر واحد. علاش؟ لان حسبنا التعبير، ديجا التعبير حسبناه، كيبقى لك غير تحسب النهايات بسيطه. بالفرنسيه شنو غادي نكتب؟ نخليو لا فونكسيون ديالنا ديما فوق. غادي نكتب الوغ la droite d'équation y est égal x plus 1
est une asymptote. Est une asymptote oblique de ci de f au voisinage de moins l'infini et plus l'infini. صافي بهاد الطريقة هادي باش كنديرو باش كنبينو واحد لا دووات هي لا سامبتوت اوبليك ديال سي دو اف. دابا ملي كنبينو ان هاد لا دووات هي لا سامبتوت يعني ان سي دو اف غادي كيقرب منها، ولكن واش غادي يقرب منها من التحت او لا من الفوق؟ هنا كيجي السؤال ديال لا بوزيسيون غولاتيف او الوضع النسبي. شنو كنقصدو بالوضع النسبي؟ واش سي دو اف كيقرب من ديك لا دووات ملي كنقولو لا دووات، واش سي دو اف كيقرب منها من التحت او لا كيقرب منها من الفوق؟ دونك ضروري خصنا نديرو لا بوزيسيون غولاتيف اللي هو السؤال الموالي جيم اللي ندرس الوضع النسبي اللي ندرس الوضع النسبي لسي دو اف ومقاربه المائي. ميتيديون لا بوزيسيون غولاتيف دو سي دو اف اي لا دووات ديكواسيون او بيان الى سامبتوت اوبليك الى سامبتوت اوبليك. دونك كيفاش غادي ندرسو هاد الوضع هذا؟ الوضع النسبي الله يرضي عليكم هنا غادي ندير لكم بالاحمر، هذا كيتدرس بإشارة دراسة إشارة اف ليكس ناقص كريك، اف ليكس ناقص ناقص كريك. منين غنجيب اف ليكس ناقص كريك؟ ديجا حسبناها، ها هو عندي، يعني يكفي أنني ندرس الإشارة ديال واحد على اكس ناقص جوج، ماشي غنعاود نحسبها من جديد. لدينا قلنا اف اكس موان ايكغيك ايتيغال 1 سوغ اكس موان 2، واحد على اكس ناقص 2، واحد على اكس ناقص 2. بالنسبة لواحد الموجب بقات لي الإشارة ديال اكس ناقص جوج، شنو غادي ندير؟ غادي ندير دابا إلا بغيت ندير الإشارة ديال اف اكس ناقص ايكغيك كنعتمد على الإشارة ديال اكس ناقص جوج. دونك نرسمو الطابلو هنا ونشوفو شنو غادي يعطينا. دونك ناخذ الطابلو كبر هذه شويه حتى نكتب بالعربيه وبالفرنسيه باش حتى الناس ديال اليوفي يستافدوا معنا. دونك فوالا، دونك هذا هو الطاوله اللي عندنا. دونك هنا غندير اكس، دونك اكس موان 2 اف دو اكس موان كريك، وهنا غندير الوضع النسبي، الوضع النسبي بالفرنسيه لا بوزيسيون غولاتيف، la position relative. Donc شنو غندير هنا الفوق؟ غندير موان لانفيني بلس لانفيني و اكس موان 2 قلنا كتنعادها بجوج، ديجا درنا جدول الاشاره ديالها ملي حسبنا لا ليميت. هنا كنديرو عكس اشاره وهنا كنديرو الاشاره، ولكن واش اف ليكس ناقص كريك حتى هي كتنعاد بجوج؟ شوف مزيان، واش اف ليكس ناقص كريك كتنعاد بجوج؟ يعني الا خدينا التعبير ديال اف ليكس ناقص كريك عوضنا بجوج واش غتعطينا صفر؟ نمشيو نشوفو، واحد على جوج ناقص جوج غتعطيني واحد على صفر، وهذا لا يمكن. اذا هنا غير معرفة وحتى هنا مكاين والو، تقنا هنا راه مكاين والو، مكنديرو والو، مكاينش عندنا نقطة تقاطع، مكاينش عندنا نقطة تقاطع ديالهم. دونك شنو كنديرو؟ قلنا اف ليكس ناقص كريك كتاخد الإشارة ديال اكس ناقص جوج، يعني سالب نفس الإشارة موجب. شنو غادي ندير دابا؟ قلنا إلا كانت عقل مزيان، إلا كانت عندك اف ليكس ناقص كريك سالبة، هذا كيعني أن السي دو اف فوق المقارب، عفوا تحت المقارب. الا كان اف ليكس ناقص كريك سالب، هذا كيعني ان السي دو اف تحت المقارب، يعني الاشاره ديال الناقص كتعني تحت، ولكن على حسب الترتيب ديالهم غالبا ما كنبداو بيف وكنساليو بكري. دونك هنا شنو غندير في الوضع النسبي؟ السي دو اف تحت المقارب بالفرنسيه السي دو اف اي او دوسو دو لا سامبتوت. هنا الا كان موجب كنديرو السي دو اف فوق المقارب
ci de f est au-dessus de l'asymptote. De l'asymptote. وبهذه الطريقة كندرسو اللغة النسبية ديال سي دي اف مع المقارب ديالو. نتمنى انكم تكونوا فاهمين الطريقة هذه، وحاول معايا مرة وجوج ثلاثة وأربعة شونجي هاد لا فونكسيون هادي، خدم فونكسيون وحدة أخرى، وحاول عاود التمرين، عاود هاد الفقرات هادو بالضبط. دابا غادي ندوزو لي فاريسيون ديال هاد لا فونكسيون هادي، التغيرات ديالها غنحسبو المشتقة، غادي نشوفو بعدا واش الدالة قابلة للاشتقاق على مجموعة التعريفة، وكيفاش كنعبرو على هاد الجواب، كيفاش كنعبرو على هاد الجواب هذا. ثم غادي ندير المشتقة ديالها وغندرسو الإشارة ديالها على مجموعة التعريفة على دي دو اف، ثم غادي نديرو جدول التغيرات، من بعد غادي ندوزو للشق اللي كيهم التقاعد ديال المنحنى ونقطة الانعطاف فين وجدت. في النهاية غادي نختمو بالتمثيل ديال هاد الدالة هادي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك نكملو التمرين ديالنا. شفنا في يعني الفيديوهات السابقة شفنا كيفاش كنحددو مجموعة التعريف، كيفاش كنحسبو النهاية ديال يعني ديال هاد الدالة هادي، كيفاش كنحسبو النهاية في بليس وموال انفيني على اليمين وعلى اليسار في عدد، اشنا هو التأويل الهندسي ملي كتكون عندنا النهاية على اليمين وعلى اليسار كتساوي ما لا نهاية، كيفاش حددنا المقارب المائل، وكيفاش درسنا الوضع النسبي ديال السي دو اف مع هاد المقارب المائل هذا. دونك في هاد الفقرة هادي غادي نشوفو كل ما يخص التغيرات ديال هاد الدالة على بركة الله. السؤال الأول، دونك هنا وصلنا السؤال رقم على ما أعتقد، دونك واحد جوج ثلاثة، دونك رقم أربعة، أربعة ألف. لندرس تغيرات أو لا لنبين أن الدالة قابلة للاشتقاق على مجموعة التعريفة على الدي دو اف اللي هو اف استثناء اثنان. هنا كاين عندنا طريقتين للإجابة، طريقتين للإجابة. يا إما غتقول أن الدي دو أن الدالة اف دالة جذرية إذا قابل للاشتقاق على مجموعة تعريفها، أو لا غادي دير الوسط قابل للاشتقاق، المقام قابل للاشتقاق وغير منعدم على دي دو اف، إذا اف دالة قابلة للاشتقاق. دونك شنو غادي ندير أنا؟ نمشي للجواب السهل، لدينا اف دالة جذرية، إذا اف قابلة للاشتقاق على مجموعة تعريفها يعني على الدي دو اف، بويسكو هي فونكسيون راسيونيل، دونك راه اف اي ديريفابل سيغ لانت سيغ دومين دو ديفينيسيون، هادي راه قاعدة شفتوها شفتوها عندكم في القسم. السؤال الثاني، مثلا نحسبو المشتقة ديالها، دونك لي ندرس تغيرات الدالة اف، ممكن يقول لك على العموم ندرس تغيرات الدالة اف على الدي دو اف، أو لا يعطيك التعبير ديال المشتقة، مثلا يقول لك في بريم ليكس كتساوي اكس اس 2 ناقص 4 اكس زائد 3 على اكس ناقص 2 اس 2، يعطيك التعبير ديالها وانت توصل ليه. دونك ليكون اكس من دي دو اف، لدينا غادي نشوفها في بريم ليكس، اف بريم ليكس كتساوي اكس اس 2 ناقص اكس ناقص 1 على اكس ناقص 2 مشتقة، وهنا غنخدمو بالقاعدة ديال الاشتقاق ديال خارج دالتين، خارج دالتين يعني غدير اف بريم في جي ناقص اف في جي بريم مقسوم على جي مربع، وهنا عندك الحدوديات يعني ما غاديش تحل فيهم، غادي ديرها انت اكس اس 2 ناقص اكس ناقص 1 مضروبة في هادي اكس ناقص 2، وعاود هادشي مرة أخرى اكس اس 2 ناقص اكس ناقص 1، عاود نفس الجدال نفس الكتبة اللي درتي عاودها جوج مرات، المقام دائما هو سي 2، وهنا كاين ناقص، رد البال هنا كاين ناقص في القاعدة، بداية غندير بريم لهادي اللي في الأول هادي اللي في الثاني، ومن بعد ندير بريم لإكس ناقص 2 ونخدم نشوف شنو غتعطيني. إكس أس 2 قلنا القواعد، إكس أس 2 المشتقة ديالها هي ماذا؟ هي 2 إكس، والمشتقة ديال إكس هي 1، كل مرة احتاجينا القاعدة راه غادي نشيرو ليها. دونك المشتقة ديال اكس اس 2 قلنا هي 2 اكس، المشتقة ديال اكس هي 1 مع ناقص ناقص 1، بقات لي المشتقة ديال الكونستانت، راه كلكم اي واحد فيكم راه كيعرف انها كتساوي صفر، عامل اكس ناقص 2 ناقص اكس اس 2 ناقص اكس ناقص 1، وهنا اكس ناقص 2 بريم غتعطينا فيه 1، المشتقة ديال اكس 1 والمشتقة ديال ناقص 2 صفر.
مقسوم على اكس ناقص 2 مربع، غتعطينا غنشر، غتعطيني 2 اكس في اكس 2 اكس مربع، 2 في ناقص 2 ناقص 2 في 2 دونك 4 اكس، ناقص في زائد ناقص 1 في اكس اكس، ناقص في ناقص زائد 1 في 2 2. ثم هنا بالنسبه لواحد ما عنديش فيه اشكال، ناقص اكس مربع ناقص في ناقص زائد اكس ناقص في ناقص زائد 1 مقسوم على اكس ناقص 2 مربع. شوفوا شنو غتعطيني، 2 اكس اس 2 ناقص اكس اس 2 هي اكس مربع ناقص 4 اكس. دونك هنا غتلاحظ معايا عندي عددين متقابلين، غتعطيني ناقص 4 اكس زائد 3، دونك ناقص 4 اكس زائد 3 مقسوم على اكس ناقص 2 مربع، وهذا هو التعبير ديال الداله المشتقه ديالنا. اذا تعميم النتيجه لكل اكس من دي دو اف، اف بريم لإكس كتساوي اكس اس 2 ناقص 4 اكس زائد 3 على اكس ناقص 2 اس 2. دابا غنمشيو ندرسو الاشاره ديال هذا التعبير هذا. لاحظ معايا المقام دائما الله يرضي عليك كيكون اس 2، اتفقنا في هذا النوع ديال الدور كيكون اس 2، ما تنشرش انت. علاش؟ لان ما غيفيدك بوالو. دونك هنا الهدف ديالي هو ان هذا المقام نخليه كما هكا، حيت الا خليناه اس 2 كيبان بلي انه موجب، كيبقى لي ندرس الاشاره ديال هذه حدوديه من الدرجه الثانيه، كندرسوا الاشاره ديالها بدلتا. دونك نمشيو ندرسوا الاشاره ديال هذا المشتق ديال هذه المشتقه ديال هذه ديال اف بريم ليكس، نشوفوا الاشاره ديالها شنو غتعطينا. لدينا هانتوما غنكتبوا بعدا هذا التعبير هذا، لدينا لكل اكس من دي دو اف اكس ناقص 2 مربع اكبر قطعه من الصفر. شنو كيعني هذا؟ اتفقنا راه لحد الساعه بالنسبه للناس ديال البيوف راه ما كايناش شي حاجه اللي غادي نكتبها لكم، الا كانت شي جمله راه غادي نشير ليها. بالنسبه لهنا لدينا راه هي قلنا وكنخدموا عليه، عندي هذا موجب، شنو غادي نقول ليه؟ غادي نقول ليه اذا اشاره اف بريم ليكس هي اشاره البسط، يعني اشاره اكس اس 2 ناقص 4 اكس زائد 3. اون دي كو لو سين دو اف بريم دو اكس اي سولوي x carré moins 4x plus 3. Le signe de f prime de x est celui de x carré moins 4x plus 3. نمشيو دابا نحددو الاشاره، كيفاش كندرسو الاشاره ديال ثلاثيه ديال الحدود، حدود من الدرجه الثانيه. فوالا كنديرو دلتا وكندرسو كنديرو جدول الاشاره، قلنا دلتا ايتيغال، نحسبو الدلتا ديال هادي، غتعطيني ناقص 4 و 6 نعم ناقص 4 في 1 في 3 غتعطيني 16 ناقص 12 اللي هي 4. دلتا موجب، واش غادي نقول المعادله تقبل الحلين؟ لاش، حيت ما كنحلش المعادله، بغيت اشاره ديال الحدوديه. غنقول دونك اذا اكس 1 كتساوي ناقص بي ناقص جذر دلتا على 2 ا، وكنحسبوه. دونك ناقص بي هنا ناقص ناقص 4 نتوما ناقص ناقص 4 ناقص جذر تمشاو وحده وحده، جذر 4 عفوا نقسم على 2 في 1 غتعطيني 4، ناقص 2 على 2 غتعطينا 1 اي. دونك اكس 2 كتساوي ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 ا، وهنا غتعطيني نفس الشيء، غتعطيني 4 زائد جذر 4 على 2 في 1 وغتعطينا 4 زائد 2 مقسوم على 2، 6 على 2 اللي هي 3. دونك الحلين ديالنا والجذرين ديالنا هما 1 و 3. شنو نديرو بهم دابا؟ نديرهم في جدول الاشاره، نديرهم في جدول الاشاره باش نحددو الاشاره ديال المشتقه ديالنا. دونك هذا هو الجدول اللي غادي نديرو فيه التغيرات والاشاره ديال يعني الاشاره ديال المشتقه والتغيرات ديال الداله اف. دونك قلنا هنا عندنا اكس هنا اول حاجه قلنا كنديرها في مجموعه التعريف، كنديرها في الجدول هنا الفوق. شنو هي مجموعه التعريف؟ شنو هي مجموعه التعريف ديال هذه الداله؟ هي من مؤلفين حتى الاثنان اتحاد اثنان بلس لامفين. اول حاجه كديرها الفوق هنا هي مجموعه التعريف. ثم غادي ناخذ قلنا بلي ان اف بريم كتاخذ الاشاره ديالها ديال هذه الحدوديه ديال اكس اس 2 ناقص 4 اكس زائد 3. دونك نبدا بها اكس اس 2 ناقص 4 اكس زائد 3. هاد الحدود هادي فين كتنعدم؟ لقينا انها كتنعدم في 1 و 3، دونك كتنعدم في 1 و 3، دونك الحدود هي تنعدم في 1
و3. دونك هنايا في بريم ليكس الإشارة ديالي في بريم ليكس، ثم تغيرات الدالة اف. بالنسبة للمشتقة حتى هي كتنعدم في 1 و3، حتى هي كتنعدم في 1 و3، ولكن إلى لاحظتو غير معرفة في 2، غير معرفة في 2. دونك غير معرفة في 2. دونك شنو غادي ندير هنا في الإشارات؟ قلنا ما بداخل الجذرين، ما بداخل الجذرين كندير عكس إشارة أ. العدد أ هنا يساوي 1 يعني موجب، دونك هنا غندير ناقص، وعلى برا غادي ندير زائد. هنا غتلاحظ معايا واخا هاد الخانة هادي من 1 حتى 3 مقسومة على 2، علاش؟ لأن الدالة المشتقة غير معرفة في 2، الإشارة فقط غنعاودها هنا وهنا، دونك ناقص ناقص، حيت اللي كيهمني هادو هما الجذرين. على برا غندير زائد زائد. كذلك الدالة اف غير معرفة في 2، وكيكون عندي الجدول بهذه الطريقة هذه، الجدول بهذه الطريقة هذه، حيت الأغلبية فيكم كينسى هاد أن اف بريمو اف غير معرفة في 2، وكتبقى كدير ناقص هنا وكدير تناقصية تزايدية. لا، راه هذا كيتقسم، دونك كتعطيني بلوس يعني تزايدية، موان تناقصية، دونك تناقصية ثم تزايدية. بالنسبة لهنا اش كنديرو؟ كنديرو لي ليميت، ليميت راه حسبناها في عطاتنا موان لانفيني، وهنا عطاتنا بلوس لانفيني. الصورة ديال 3 كنحسبوها بالدالة اف غتعطيني 5، وهنا بلوس لانفيني ليميت على يميني 2، على يساري 2 عندنا موان لانفيني. ثم الصورة ديال 1 هي 1، غتعطينا 1 و 2، ناقص 1 غتعطيني ناقص 1، 1 ناقص 1 ناقص 1، دونك ناقص 1 على ناقص 1 هي 1. دونك بهذه الطريقة هذه باش كنديرو جدول التغيرات. إلا طلب منك أنك دير فقط تبين أن اف تزايدية تناقصية، راه كتكتفي فقط بجدول الإشارة، كتقول لي إذا الدالة اف تزايدية على المجالين ناقص 1 ناقص ما لا نهاية 1 3 بلس لانفيني، وتناقصي على المجالين 1 2 2 3. عاد كدير جدول التغيرات بوحدو. إلا قال لك ادرس التغيرات أو ضع جدول التغيرات وما إلى ذلك، كترسم الجدول فيه الإشارة وفيه التغيرات ديال الدالة اف. دونك دابا غادي ندوزو للمشتقة الثانية باش ندرسو التقعر ديال المنحنى سي دو اف. وصلنا دابا للمشتقة الثانية من أجل دراسة تقعر المنحنى وتحديد نقاط الانعطاف في الوجيدات. وشنو غادي ندير؟ السؤال لنبين مونطخون كو، لنبين أن لكل إكس من دي دو اف المشتقة الثانية تساوي 2 على إكس ناقص 2 أس 3، 2 على إكس ناقص 2 أس 3. وكيفاش غادي نحسبو المشتقة الثانية؟ فقط بالاستعانة بالمشتقة الأولى، ليكن إكس من دي دو إف لدينا. دونك شنو عندنا هنا؟ عندنا إف بريم لي إكس كتساوي ماذا؟ إف بريم لي إكس تساوي ماذا؟ فوالا، تساوي إكس أس 2 ناقص 4 إكس زائد 3 على إكس ناقص 2 مربع. دونك شنو هي المشتقة الثانية؟ هي المشتقة ديال هادي، المشتقة الثانية هي المشتقة ديال المشتقة الأولى. وغادي نخدم عادي اف على جي بريم، يعني كندير المشتقة ديال البسط. دونك غتعطيني اكس اس 2 ناقص 4 اكس زائد 3 مشتقة في المقام كاملا اكس ناقص 2 مربع ناقص اكس اس 2 ناقص 4 اكس زائد 3 مضروبة في اكس ناقص 2 اس 2 مشتقة مقسوم على ماذا؟ على المقام اس 2 ديال القاعدة، على المقام. دونك اكس ناقص 2 مربع الكل اس 2 تساوي ماذا؟ دونك شوية علينا وحدة وحدة بالنسبة لنا، رد البال ما تغلط في شي حاجة. المشتقة ديال اكس اس 2 قلنا في الفيديو السابق انها هي 2 اكس، ناقص المشتقة ديال 4 اكس هي 4، المشتقة ديال 3 هي 0. عامل اكس ناقص 2 مربع ممكن نحولها المتطابقة، ما تعطينا اكس اس 2 ناقص 4 اكس زائد 4 ناقص اكس اس 2 ناقص 4 اكس زائد 3 عامل المشتقة ديال اف اس ان، ولا اف على العموم. قلنا كندير ان في اف بريم في اف اس ان ناقص 1. انا شنو عندي؟ عندي المشتقة ديال اكس ناقص 2 اس 2 هي اش؟
المشتقة ديال اكس ناقص اثنان اس اثنان هي اثنان، قلنا الاس كيهبط، الاس كيهبط اثنان، في المشتقة ديال اكس ناقص جوج اللي هي واحد، في اكس ناقص اثنان اس اثنان ناقص واحد، يعني اس واحد، دونك غتعطيني اثنان في واحد، دونك غتعطينا اثنان في واحد هي اثنان، عامل ماذا؟ اكس ناقص اكس ناقص جوج. هنا الى نشرتي كل شيء ممكن انك تغلط، ممكن انك تعطل، حاول ما امكن انك تقلب على التعميد. دونك المقام هنا رد البال، الاس في الاس اثنان في اثنان شنو تعطينا؟ تعطينا اربعة، دونك اس اربعة، دونك تساوي، حاول ما امكن انك تقلب على التعميل وغادي تلقى تعميل، ضروري غادي تلقى التعميل ما بين هذه وهذه باش انك تسهل عليك الخدمه. دونك لاحظ معايا ان هنا كاين هنا التعميل بجوج، دونك تعطيني اثنان عامل اكس ناقص اثنان، اكس اس اثنان ناقص اربعة اكس زائد اربعة، ونخليو هذه ما نشرط حتى حاجه، اكس اس اثنان ناقص اربعة اكس زائد ثلاثة في اثنان اكس ناقص اثنان مقسوم على اكس ناقص جوج اس اربعة. هنا دابا غتبان لكم التعميل، دونك هنا غيبان لكم اننا غادي نعملو باثنان عامل اكس ناقص جوج، كاين هنا وهنا، كاين في هذا الطرف وفي هذا الطرف، دونك نعملو بها، غتعطينا اثنان عامل اكس ناقص جوج عامل، هذا دابا حيدناه، هادشي اللي بالاحمر حيدناه، غنكتبو هذا كاملا، غتعطيني اكس اس اثنان ناقص اربعة اكس زايد اربعة، وهنا نخلي اشارة ناقص اكس اس اثنان ناقص في ناقص زائد اربعة اكس ناقص في زائد ناقص ثلاثة مقسوم على اكس ناقص اثنان اس اربعة، بات لكم اختزال فوالا، دونك غادي نختزلو ب اكس ناقص اثنان، دونك نختزلو بعدا، غتبقى لي اثنان عامل، وهنا غادي نلاحظ بلي عندي الداخل هنا القوس عندي الاختزالات، اكس اس اثنان ناقص اكس اس اثنان ناقص اربعة اكس مع زائد اربعة اكس، وربعة ناقص ثلاثة هي واحد، دونك غتبقى لي هنا اثنان في واحد، هادي اثنان هادي حيت هادي تختزلات، وهنا ربعة ناقص ثلاثة واحد مقسوم على، إلا اختزلنا بإكس ناقص جوج هنا عندي أس ربعة، شحال يبقى؟ فكر مزيان، فوالا غادي تبقى أس ثلاثة، إكس ناقص اثنان أس ثلاثة اللي كتساوي اثنان على إكس ناقص اثنان أس ثلاثة اللي هو الجواب اللي كنقلبو عليه. إذا فهمي من النتيجة، إذا لكل إكس من دي دو إف، إف المشتقة الثانية إف سكوند إكس كتساوي اثنان على إكس ناقص اثنان أس ثلاثة، بهاد الطريقة هادي باش كنحسبو المشتقة الثانية. بقى لنا دابا ندرسو الإشارة ديالها، باش نشوفو التقعر ديال السي دو إف واش موجه نحو الأرتيب السالبة أو نحو الأرتيب الموجبة، ونشوفو إلا كانو عندنا نقاط الإنعطاف. دونك هنا غادي نحاول ما يمكن ندرسو الإشارة ديال هاد المشتقة الثانية، دونك إلا شفنا المشتقة الثانية شنو فيها؟ فيها اثنان الفوق، دونك هذا موجب، غيبقى لينا اش؟ غيبقى لينا ندرسو الإشارة ديال إكس ناقص اثنان أس ثلاثة، دونك ندرسو الإشارة ديال إكس ناقص اثنان أس ثلاثة، علاش غادي ندرسو الإشارة ديال إكس ناقص اثنان أس ثلاثة؟ علاش؟ علاش ما نقولو بلي أن هذا موجب؟ فكر مزيان، بحال المشتقة يعني المشتقة الأولى، أشنا هو الفرق؟ فوالا، دونك الفرق هو ان في المشتقه الاولى عندي اكس ناقص اثنان اس اثنان، وديما ملي كيكون عندي الاس الزوجي يعني العدد كيكون موجب، ولكن الا كان الاس فرضي لا، الا كان الاس فرضي الله يرضي عليكم لا، ما يمكنش لي نقول ان هذا موجب، صافي دونك هذا موجب، دونك المشتقه الثانيه تكون موجبه، ملي كيكون الاس فرضي ضروري كندرسو الاشاره ديال اكس ناقص اثنان اس ثلاثه، دونك ها هي اشاره اف سكوند اكس هي إشارة إكس ناقص هي إشارة إكس ناقص اثنان دونك غادي نحاول ما يمكن نديرو دابا الإشارة ديال إكس ناقص اثنان ونستنتجو، دونك إكس ناقص اثنان دونك نديرو جدول الإشارة، دونك إكس ناقص اثنان ناقص ما لا نهاية زايد ما لا نهاية، شوفو الجدول ديال الإشارة ديال إكس ناقص اثنان شحال من مرة درناها،
نقاط تنعدم في اثنان. ثم غنستنتجو الإشارة ديال المشتقة الثانية، ثم غادي نديرو التقاعر، تقاعر سي دو اف، تعرفنا لا كونكافيتي دو سي دو اف، لا كونكافيتي نفس الضيوف، لا كونكافيتي دو سي دو اف. شنو غادي ندير دابا؟ غادي ناخذ الاشارات عادي، ديجا درنا الاشاره ديال اكس ناقص 2 عكس اشارتها، يعني سالب ثم موجب، سالب ثم موجب. ولكن رد معايا البال، المشتقه الثانيه كذلك غير معرفه في 2، علاش؟ لان الا درنا 2 هنا تعطيني 2 على صفر، ما يمكنش. دونك المشتقه الثانيه يعني ان العدد الا كان خارج في مجموعه التعريف راه كيخرج في كل شيء. المشتقه الاولى والثانيه في جدول التغير هادو في الجدول ديال الوضع النسبي ديال السي دو اف مع المقارب، وفي الجدول ديال التقاعر ديال السي دو اف ديما داك العدد كنحيدوه. المشتقه الثانيه نفس الشيء، سالب موجب حيت كتاخد الاشاره ديال اكس ناقص 2. ثم هنا ما عندناش نقطه الانعطاف، حيت امتى كتكون عندنا نقطه الانعطاف؟ اذا عدمت المشتقه الثانيه مغيره اشارتها. يعني مثلا لو ان كان هنا واحد الصفر، يعني انعدمت المشتقه الثانيه في 2، اكيد هنا غتكون عندنا نقطه انعطاف اللي هي بوان دافليكسيون. دونك قلنا الا كانت عندنا المشتقه الثانيه سالبه، دونك التقعر غيكون موجه نحو الاراتيب السالبه، الا كان موجب نحو الاراتيب الموجبه، عرفنا نحو الاراتيب السالبه او نحو الاراتيب الموجبه. دونك بهذه الطريقه هذه باش كنديروا التقعر ديال السي دو اف. بقى لنا دابا نديروا التمثيل المبيني ديال هذه الداله هذه، يعني نجمعوا كاع العناصر اللي شفناهم من اجل اننا نمثلوا هذه الداله هذه. دونك وصلنا دابا الاخوان لانشاء المنحنى سي دو اف. دونك هنا باش نديرو الانشاء ديال المنحنى سي دو اف، دونك عندنا المعلم متعامد ومنظم ويجي، غادي نديرو بعدا بدايه جرد المعطيات. جرد المعطيات بدايه بالسؤال الاول، السؤال الاول حسبنا النهايتين على اليمين وعلى اليسار ديال الاثنان، وخرجنا بالنتيجه ديال ان سي دو اف يقبل مقارب عمودي اسيمبتوت فيرتيكال ليكواسيون اكس ايكال 2. ثم في السؤال الثاني، يعني ني اف بلس لانفيني مو لانفيني، شنو هو الفرع اللي خرجنا ان عندي مقارب مائل اسيمبتوت اوبليك، مقارب مائل المعادله ديالو هي كتساوي اكس زائد 1. دونك نرسمو بعدا هاد المقاربات، نرسمو المقاربات. دونك المقارب العمودي راه من السميه ديالو باينه، يعني هو المستقيم العمودي المار من 2، هو المستقيم العمودي المار من 2. دونك غادي ناخد المستقيم العمودي المار من 2، فوالا. دونك هذا هو المستقيم العمودي، يعني بداية ضروري قبل ما ترسم الشكل ديال، قبل ما ترسم السي دو اف، خاصك دير بعدا المستقيمات المقاربة، أولا يكون إلا عندك في الفروع أولا، المهم تمثل بعدا هادشي هذا ونشوفو. بالنسبة للمقارب المائل راه التمثيل ديالو بسيط، فقط غادي تاخد صورتين الاكس، تعطي قيمتين الاكس، اتفقنا، وتاخذ الصورة الواي. دونك شنو تعطيني؟ مثلا نديرو صفر، شنو هي الصورة ديال الصفر؟ صفر زائد واحد تعطيني واحد، نديرو مثلا واحد، واحد زائد واحد تعطيني جوج. دونك نمشي للنقطتين نمشي للنقطتين صفر واحد، صفر في اكس، واحد في ايكغيك، هي هذه صفر واحد، ثم النقطة واحد اثنان هي هذه واحد اثنان، ونحاول نربط بيناتهم. دونك غتعطيني الشكل بهذه الطريقه هذه. فوالا، دونك هذا هو المقارب، وكنمددوه على اليمين وعلى اليسار. علاش كنمددوه هنا وهنا؟ لان هذا مقارب مائل بجوار بلس لانفيني وكذلك بجوار موان لانفيني، بجوار بلس لانفيني وكذلك بجوار موان لانفيني. دونك نمددو هذا. دونك المعادلة ديال هذا هي إيكغيك كتساوي إكس زائد واحد، هنا دونك إكس زائد واحد. شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نمشيو ندوزو للمرحلة الثانية، هي المماسات. المماسات ما عندناش معادلة ممس، إلا عندك معادلة ممس ضروري غادي نمثلها بنفس الطريقة باش كنمثلو المقارب المائل. يعني كدير إكس إيكغيك كتعطي جوج القيم لإكس، وكتلقى جوج القيم لإيكغيك، كدير نقطتين كتربط بيناتهم.
دابا ما عندناش هاد المماسات، ما عندناش كذلك قابلية الاشتقاق باش نشوف واش عندنا من نصف مماس عمودي ولا لا، فقط اللي عندنا عندنا جدول التغيرات. وريتكم كيفاش كنديروا لهاد جدول التغيرات هذا. دونك دو مباشرة غندير غير التغيرات، ثم هنا كنا درنا واحد وثلاثة تزايدية تناقصية تناقصية تزايدية، ثم هنا درنا خمسة واحد. دابا هنا فين هنا فين كطلع، شوف إلا لاحظتي أن التغير ديال الدالة عندي تزايدية تال هاد النقطة هادي وتناقصية، هنا فين كتقلب، هنا فين كتقلب سميتو الرتبة ديالها، هنا فين كتقلب الرتبة ديالها كاين واحد المماس أفقي، يعني أن الشكل غادي يجي هكا وغادي يرجع في هاد النقطة هادي غادي يرجع، بما أنه غادي يرجع ضروري كاينة شي حاجة كتكاليه، كاينة شي حاجة كتمشي كتقيس ديك الحاجة وكترجع. دونك هنا كاين عندي مماس، المماس فين غادي نقول بلي أن عندنا مماس، مماس أفقي في واحد واحد، مماس أفقي في واحد واحد، فين كاينة واحد واحد؟ دونك المماسات نرسمهم بالزرق، واحد واحد في هاد النقطة هادي كاين عندنا مماس أفقي، مماس أفقي هنا بالضبط في النقطة واحد واحد كدير النص ديال هنا ونص ديال هنا، ثم عندنا مماس آخر في ثلاثة خمسة، ثلاثة خمسة مماس، يعني في المطراف ديال الدالة عندنا مماس ثلاثة فوالا، دونك ثلاثة خمسة، دونك عندنا مماس هنا، ما كاينش شي حاجة أخرى، نقطة انعطاف ما عندناش، ما عندناش نقطة انعطاف، فقط غادي نتم غادي على حسب جدول التغيرات. لاحظ معايا، لاحظ معايا هنا كاين مقارب مائل في موالين فيني، يعني كاين مقارب مائل، وفي الوضع النسبي قلنا بلي أن السي دو اف يوجد تحت المقارب المائل في موالين فيني تال جوج، يعني السي دو اف غيكون لتحت هنا ديال هذا المقارب، وهنا غادي يكون الفوق ديالو، هذا هو الدور ديال الوضع النسبي ديال السي دي اف مع المقارب. دونك هنا عندي مقارب فوالا، غادي نلاحظ انه كيمشي حتى حتى كيقيس المماس، بغيتي دير بعض الصور ديالهم نوريكم الطريقه كيفاش كديروا الصور بكالكولاتريس. فوالا دونك غادي كيقرب، ثم غادي يقيس المماس. لاحظ معايا الشكل، جدول التغيرات كيعطيك تقريبا تصور ديال المنحنى، غادي يقيس المماس وغادي يرجع. شنو اللي عندي في جوج؟ عندي مماس عندي عفوا مقارب عمودي، دونك غيقيس هذا غيرجع وغادي يهبط نيشان فوالا، غادي كيقرب وكيقرب لهذا المستقيم هذا. نمشيو دابا الفوق بنفس الطريقه، غادي يجي من حدا المقارب العمودي، غادي يجي من حدا المقارب العمودي غيوصل المماس، غيوصل المماس ثم غادي يطلع المقارب المائل، يعني غادي يجي من هنا غادي يقيس المماس ثم غادي يطلع وكيقرب لهذا المستقيم هذا. دونك بهذه الطريقه هذه باش كنديروا منحنى داله، منحنى داله جذريه، ممكن تكون عندي شكل اخر، المهم بدايه باش يكون عندك المنحنى صحيح كدير جر المعطيات. ايوا دابا كتمشي مثلا تقلب في الورقه ديال الفرض اولا الورقه ديال التمرين، تبقى تقلب شنو عندك في السؤال الاول وشنو عندك في السؤال الثاني، جر المعطيات ديال دير تجميع المعطيات في الوسخ يكونوا قدام عينيك، بدايه كتحدد المقاربات ثم المماسات ثم نقطه الانعطاف الوجيزات، وكتبقى تراسي بدايه بعدا كتراسي كل شيء، ثم جدول التغيرات راه كيعطيك تقريبا كيعطيك التصور ديال المنحنى كيفاش غادي يكون. دونك نتمنى انكم تكونوا ضبطين هذا الشيء هذا. بالنسبه لايه واحد القضيه الله يرضي عليكم، دابا الا بغينا منحنى الداله العكسيه، منحنى الداله العكسيه مثلا في 3 بلس لانفيني، بغينا 3 بلس لانفيني منحنى الداله العكسيه، يعني شنو هو منحنى الداله العكسيه؟ سي دو اف موان زان، ولا يقول لك سي دو جي بحيث جي، سي دو جي موان زان بحيث جي قصور الداله اف على المجال 3 بلس لانفيني، من بعد كيطلب منك انك تبين بلي ان جي كتقبل واحد الداله العكسيه. المهم هادشي كله راه شفتوه في الدروس ديالكم، انا فقط غنوريكم كيفاش تمثلوا هاد الداله العكسيه هذا. شنو هي سي دو اف موان زان؟ سي دو اف موان زان هو مماثل سي دو اف بالنسبه للمستقيم ذو المعادله اللي كتساوي اكس، يعني باش ندير سي دو اف موان زان مثلا بغينا المماثل ديال سي دو اف فقط من 3 بلس لانفين، يعني ديال هاد الجزء هذا، هاد الجزء هذا سي دو اف موان زان. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نرسم المنصف الاول للمستوى، هو كيمر من صفر واحد واحد جوج جوج ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة وهكذا كيمر من رؤوس المربعات، ثم غادي ندير المماثل ديال هاد الشكل هذا هنا، المماثل ديال هاد الشكل هنا، بحيث لاحظ معايا
بغيتي دير بعدا المماثل ديال المقارب، راه عملية سهلة باش تسهل عليك أن يكون عندنا التقارب. دونك شنو غادي ندير؟ لاحظ معايا، عندي هنا صفر واحد، دونك صفر واحد النقطة الأولى، عندي واحد اثنان غتولي اثنان واحد، النقطة راه كتعكس، عندي واحد اثنان هاد النقطة هاي المماثلة ديالها، صفر واحد تبقنا صفر واحد هادي المماثلة ديالها هنا. وغادي نرسم المقارب، ديالي. غادي نرسمو المقارب ديالنا، دونك هاد المستقيم هذا المماثل ديال هذا. اش بقى ليا دابا؟ بقى ليا نشوف هاد النقطة اللي عندي هنا، نشوف هاد النقطة، حيت أنا بغيت غير هاد الشكل هذا، هاد النص من هنا لهنا. دونك هاد النقطة الإحداثيات ديالها 3 5، دونك غادي تعكسو الإحداثيات ديالها 3 5 غتولي 5 3، دونك غتولي هنا. ثم غادي ندير المماثل بالنسبه لهنا. الا لاحظتوا قلنا ان سي دو اف وسي دو اف و اف موان زان عندهم نفس التغيرات على نفس المجال، اتفقنا؟ عندي 3 بلس لانفيني غتكون نفس التغيرات، حتى الاخرى غتكون في الصوره ديال اي. كنا قلنا او شفتوا بلي ان الا كانت اف تزايديه كروسونت على اي، راه اف موان زان حتى هي غتكون تزايديه على ماذا؟ على اف لي، يعني عندهم نفس الرتابه. دونك غتلاحظ معايا ان اف تزايديه على هذا المجال، يعني سي دي اف غتكون تزايديه وغتكون بهذه الطريقه هذه. فوالا اتفقنا بهذه الطريقه هذه، وهذا المماس، هذا غادي يكون بهذا الشكل. هذا هو سي دو اف موان زان، دونك بالاحمر هنا سي دو اف، هذا هو هاد الصغير، هذا سي دو اف موان زان، حيت بغينا غير داك المجال فقط. دونك بهاد الطريقة هذا لي خوان باش كنديرو انشاء منحنى دالة عددية، انشاء منحنى الدالة العكسية ديال الدالة اف. نتمنى انكم تكونوا فاهمين هادشي هذا وضبطينو. شكرا لكم، الى فيديو لاحق ان شاء الله تعالى، اللي غادي نشوفو فيه دالة اخرى اللي هي دالة شفنا دابا الدالة الجذرية، غادي نشوفو الدالة لا جذرية او فونكسيون ايغاسيونيل، يعني دالة كيكون فيها الجذر كيفاش كتمثل، كيفاش كنديرو قابلية الاشتقاق، كيفاش كنشؤوا المماس العمودي وما الى ذلك. شكرا لكم.